رابطه الدوري الانجليزي كانوا بيتكلموا على انه من الممكن عوده الدوري ولكن مش قبل 30/5، ولو اتاخر عن نص خمسة او اول ستة هتبقى الامور صعبه جدا في عودته. بص يا كابتن، من يعني عشان نحط الفصل الاخير في المسلسل بتاع الدوريات رجع ولا مش رجع، ببساطه هم ثلاث خيارات قدام كل الدول وقدام كل الاتحادات في العالم كله، انك ترجع البطوله الدوريات يوم حد اقصى 1/5، دي اول اوبشن عندك. 1/5 صعبه. 1/5 ما قدرتش 1/6 بس ما قدرتش، شكرا. نص 6 فعلا؟ نص 6 لغايه 15/6 ده الاوبشن الاخير الثالث والاخير اللي حاطه الاتحاد الاوروبي، يبقى 1/5 1/6 و15/6. ما قدرتش بعد 15/6 بيوم واحد كل الدوريات في العالم كلها والبطولات كلها هتتلغي. هتتلغي طبعا، محدش هيقدر ان هو يبدا اي دوري بعد 15/6، مش هيبقى عنده. ممكن الدوري المصري. نعم؟ لا احنا لا 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 احنا بره الكلام ده، احنا بنتكلم مخلصين دوري عندنا خبره في 9. لا ما عندناش مشكله، احنا ممكن نخلص الدوري في 1/9 ونبدا الجديد في 15/9، ما عندناش اي ازمه. لا لا احنا بره الحسبه، لكن بره لازم الناس المشاهدين قناه النادي الاهلي واللي بيتابعونا لازم يبقوا عارفين هم دول الثلاث خيارات بس اللي معايا، واحسبوا لغايه 15 يونيو. عدى 15 يونيو كل جماهير ليفربول احنا اسفين جدا مفيش لقب، جماهير برشلونه برضو في اسبانيا مفيش لقب، ما اعتقدش ان في حد هيتوج بالبطولات. المشكله مش في التتويج، المشكله في الفرق الهابطه هي اللي هتصارع عند الموسم يتلغي عشان طيب اخبار من الدوري الانجليزي مثلا.